السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا جماعة الخير. قبل أن نبدأ لا تنسى اللايك والاشتراك، الله يرضى عليك يا حبيبي أنت. ها بشروني يا جماعة الخير، سويت باختبار جبتوا العيد ولا ما جبتوا العيد؟ إن شاء الله أنكم نجحتوا، وأسأل الله العلي العظيم أن يجعلكم ناجحين وين ما كنتوا. مقطعنا اليوم يا جماعة الخير نشوف كيف بدايات اليوتيوبر. طبعا اليوتيوبر اللي أنا بشوفهم الآن أو بعلق عليهم أو بشوف بداياتهم كيف، هذول كلهم أساطير اليوتيوب، قدوتي برضو باليوتيوب، كلهم أو أغلبيه ألا كلهم مليونية برضو. فبنشوف كيف بدوا، نشوف كيف اشكالهم على بداياتهم زي كذا. يا رب اني ما تشمت، يا رب. خليكم على المقطع. اول واحد نبدا فيه ابو عابد، اسطورتي بعد قلبي، والله اني اغلي هذا الادمي والله العظيم. طيب نشوف ترتيب حسب تاريخ اضافه بدء من الاقدم، قبل 5 سنين بادي، ممتاز، هذا مثلي بادين احنا شيبان. طيب خلينا نشوف، يقول لول المتابعين يعلموني على لول المهاريه والعقليه. يا ربي يا ربي الكام. يا حبينا يا في شعر شوي، والله في شعر هنا شوي تكفى. يا مال تكفى، يا ساتر. والله كان في شعر شوي. يا حبيبك يا ابو عابد، هذا دقيقه جاء دونيشن هنا، اصبر. هذا اللي مثلي صح؟ لا جاء دونيشن الحين هنا، هنا جاء دونيشن. جاء دونيشن هنا، شو نفس الصوت تقريبا. هذا اللي مثلي صح؟ والله يا حلقي يا جماعه الخير، صدري تعبان مره مره مره. سلام. يا حبي لك، والله من اساطير اليوتيوب الان، والله اني احبه حب مره، احبه والله يا عيال، والله ان كل اللي اشغل مقاطعهم احبهم والله والله. اسطورتنا الثانيه وقدوتي باليوتيوب، مع ان اعتبره كبر عيالي الا اني مره مره اشوفه قدوه والله باليوتيوب، وتبارك الرحمن ابو شايع. الارقام اللي جابها تقريبا سنتين ونص الى 3 سنوات، هذا يعتبر شيء يمه ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يزيده يا رب عقبال ما يدخل 5 و6 و7 و10، نفرح به باذن الله. خلونا نشوف يا ابو شايع اقدم مقاطع لك او بداياتك باليوتيوب. بسم الله الرحمن الرحيم، بدء من الاقدم. والله كان معرق قبل، والله انه كان معرق، يقولون يخوف مره. انا قبل ما كنت اتابع فورت صدق، ما كنت اعرف فورت. اشوف انقذني. هذه 2018 صح؟ هذا الشيء يعني عنده شيء مو بعندي ابو ريحه. ما بطول عليكم. اي وش النخل البحر اللي وراك ابو شايع؟ قبل لا اخليكم على المقطع، تحت في الديسكربشن رابط تويتش حقي، سووا لي فولو هناك عشان يا ربي يا ابو شايع تكفى. حلاق موجودين معنا، وان شاء الله باذن الله نخلي الويكند الجاي لعب مع يا رب يا رب في مقطع مكبر الكام، يا رب اصبر يا رب. هاي شباب، ها ايش تبون نطلب؟ طيب اسمعوني يا اخوان، جيبوا لي يا ساتر. طيب يا ساتر مدام البحيرة اللي ورا، لا تفنش راح يسبح، تحدي الاكل المنتهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ شو اسوي معكم؟ احمد الشنك. يا عيال كان نحيف، يخرب بيتك، انا من تعرفت عليك وانت صاير ضرنت يا عيال نحيف. سبونك مقطع جديد، مقطع اليوم قلنا نغير شوي، جايبين 2 من الشباب. والله انه غاصب احمد، والله غاصب. طيب راح يساعدوني في تصوير مقطع، بيكون مقطع ممتاز. طيب ومقطع ايش بعد؟ طيب والله انه مغصوب، شوف شلون يقول طيب، مغصوب. طيب بيكون مقطع ممتاز. طيب ومقطع ايش بعد؟ طيب عندنا عمر وعندنا نواف. ابلع 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 يا عيال تونا انتهت صلاحيتها، ما بعد يطرش كذا عن القسم بالله، ما حب احد يرجع قدامي، تكرمون يا جماعه، ما احب.
ضيفنا الثالث أوبلز تبارك الرحمن عنده الحين 6 مليون. والله يا جماعة الخير اللي بداياتهم زي كذا أو أي واحد بدايته بسيطة لا تستهين فيه، لأن بسنة من السنين تلقاه 6-7 مليون والله العظيم. مهما كانت بدايتك بسيطة لأنك بعدين بإذن الله إذا استمريت تطير مع الطايرين بإذن الله. أوه في سكام هنا أول فلوق في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا بس كريس يا ربي البساطة يا عيال يا أخي. إيه أنا صالح أنا أوبلز. إيه ما توقعت الشكل هذا، عادي شيء طبيعي صغير. بمناسبة الدعم اللي جاني في المقطع الأخير حبيت أنزل فلوق هذا وأقول لكم يعطيكم ألف ألف عافية. والله العظيم ما أدري شو أسوي صراحة عشان أرد لكم حقكم أو أشكركم يعني بمعنى أصح. يعني ودي صراحة أجي عند بيت كل واحد يدق الباب وقول يعطيك العافية على الدعم وزي كذا. يدق الباب يا الله مو طبيعي والله. أنه يا أخي أحبي لك أقسم بالله ما شاء الله تبارك الرحمن. والله أني أضحك يا عيال أني ما كذا، بس أنا أي شيء قديم أشوفه أضحك. أي واحد يوريني صورته وقديم أضحك، هذا تعودت على الشيء هذا. بس كان بسيط يا عيال والله بسيط، داي مرة حلو. أطلع بقميص ولا هم أحد أبدا. قميص يا باشا ندمك أعطيك ما بينك. طرباخ بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة الخير قبل 10 سنين طرباخ مفروض أنت معك مفتاح اليوتيوب، أنت اللي تدخل الناس وطلعهم تشهر هذا. والله قديم ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. واضح أنه كان صغير. ودي أشوف شكله. معرض تي جي إكسبو، إكسبو مقابلات زايد خلف الكواليس. هلا والله بالربع. هلا ومرحبا، هلا اخباركم طيبين ان شاء الله. كيف نرجع لكم ثاني؟ اما صور ابي فيديو انبوكسنج بتملون من الخشه يا ربي. بسم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخباركم عساكم بخير طيبين ان شاء الله. يا صغير صغير يا عيال صغير مرة. يا عيال والله العظيم شوف البساطة، رجل يضرب رجل فهمت؟ ما قنطر باخ. هذا بلوك الثاني بس العين حالي مو بسام يعني. جاي لكم يوم من بكسون قلالة هذا عشي اللي امام. يا الله الماضي هل هو مينا ال ايه؟ المهم ما بطول عليكم مفتاح لكم يا حليل صغير يا ياب الاخر كيم كذا كنا عدين الناس تعقدوا ما بيها سنزيكم. أنا يعتبروني ال هذا تسمع محترف ال أنا شفت فيديوهات أنا بتحارب صدري يا حبيل يا عيال يا ساتري القدم. وهنا جينا عند الأسطورة المبتدئ الجديد على اليوتيوب عن أم القهر. بديت وأنا شايب والله أني بديت وأنا شايب، ودي أبدأ زيه وأنا صغير. أقدم فيديو نفسه وجهي الحين ما يحتاج أوريكم، بس خلنا نشوف. بسم الله. طبعا هذه تقول قصة وآخر حرف يكمل القصة واحد ثاني فهمتوا؟ شوف بسم الله. عندك أمانة ها. أمانة ها. هذا الصندوق تدري شو هي يا حبيبي ها. فيه بيبسي يوم بتحته قال وش يوم قال وش صار صار را لا تكمل أسف هذا إيش تصرف ده وش مش آخر حرف را را ربي ليش الغازية طلعت؟ خذ البيبسي خذها وش قال ايش؟ رمى يوم رمى صقعت في القرد ما احب اشوف نفسي. الله يعطيكم العافيه. انا اقول لكم وداعم بالايه اللقاء في مقطع اخر من برنامج بكم. وعليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اذا عجبكم المقطع تبغون جزء ثاني اكتبوا بالكومنتات وسووا لايكات وزي كذا. اللي ما تابعني بسناب ترى خسرانه، يوميات هناك كل يوم ناشب لكم وزي كذا. هذا حسابي بسناب، صور الشاشه وضيفني. مع السلامه.